قسم بالله قسم بالله لو انقذناهم انا واخوي كريم ان يموتون. قسم بالله. الله اكبر يا طرزان المصاعد. طرزان المصاعد؟ طيب يا بيجيك يوم وتنحجر ان شاء الله في مصعد واشوفك، والله لا اخليك تخيس لين ما تموت. بعدين يا جماعه الخير، حقون الدفاع المدني ذولا تراهم ما هم منتبهين للمصاعد لين يموتون نص الناس. الله 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 الله، نص الناس يموتون من المصاعد؟ هو صادق، ولو بغوا يهتمون في المصاعد يا اخي لا يروحون بعيد، يشوفون جيراننا وش سووا. بس من هم جيراننا؟ دبي. تصدق انهم عشان يحطون مصاعد في ناطحة سحاب واحدة بنوا لها مصنع مصاعد. هالحين انت كل ما طق عود انحصات قلت دبي دبي دبي، جاها نقطتين مطر غرقت شوارعها، وبعدين شوارعها كلها زحمة. لا، ويقولون إلى جاها مطر تعطلت مدارسهم وعطلت أعمالهم. يا حظهم، إذا جاهم مطر يعطلون، حنا يجينا مطر وتغرق شوارعنا، ألا نعطل ولا شيء. وبعدين أنت اللي تقول دبي زحمة. إلا زحمة ونص، بتنكر هذه بعد؟ يا حبيبي دبي الحين بتسوي قطارات سريعة وفخمة بعد، وبتنتهي زحمتهم. لا 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 لا، ليتهم بس يحطون كباري إضافية على طريق الملك فهد علشان تخف الزحمة، ما نبي قطارات. أوه نسيت، اسمع أنا كلمت لك واحد دائم يجيني في الخطوط وأدبر له حجزات السفر حقته. شو له؟ أنا ماني مسافر. يا أخوك حد قال لك بتسافر؟ أنا كلمته عشان يشوف لك وظيفة عنده، بدل ما تقعد عاطل كذا. أوه صح، تصدق إني نسيت. الظاهر انكرت إن شاء الله. إيه هذا هو، خذ. الرجال هذا مدير قسم في هالبنك، يقول خله يجيني بكرة الصبح بدري عشان يسوي لك مقابلة. والله لو تقول له بعد بكرة، لأنه بكرة ترى عندي اجتماع. عندك اجتماع؟ توظفت أنت؟ لا والله ما توظفت، بس أنا يعني أسوي كذا عشان يعني يحسون إني مهم، يعني عشان ما يخرب برستيجي. إيه برستيجك. رح الرجال بكرة لا تطير عن الوظيفة ونبحلبك.